أطيب التحايا لكم أعزائي عشاق وهواة الراديو أينما كنتم. اليوم نستعرض لكم جهاز راديو من العيار الثقيل، راديو مختلف، ولأول مرة نعرض راديو من هذه الماركة، راديو بان انترناشونال، ماركة ألمانية قديمة مصنعة في اليابان العام 1983 إلى عام 1989، 6 سنوات متتالية صنع هذا الموديل. طبعا هذا الموديل أو هذه النسخة صنعت بعدة علامات، منها بان كراوسدار وأيضا ماركة مارو، منها ما هو مخصص لألمانيا ومنها مخصص لليابان، وأيضا النسخة الدولية أو العالمية مثل هذا بان انترناشونال، هذه النسخة العالمية. طبعا هذا الراديو يحتوي على 13 موجة كما تشاهدون، يغطي الطويلة والمتوسطة والقصيرة 4 موجات تغطية كاملة، الموجة القصيرة إضافة إلى تغطية الموجات العالية VHF أو Very High Frequency من 30 ميجا هرتز إلى نطاق الـ UHF 470 ميجا هرتز، الراديو شامل ما شاء الله تبارك الله، إضافة إلى موجة هواة اللاسلكي SSP. لاحظوا هنا موجة الـ VHF أو الموجة العالية بما فيها الـ FM 6 موجات، وهذه الموجات الراديوية المعروفة LW MW SW. الراديو ما شاء الله يحتوي على مفاتيح وفلاتر كثيرة كما تشاهدون، وأبعاد الراديو ما شاء الله يعني ارتفاع وطول ثقيل جدا، يعني يأخذ 8 بطاريات كبيرة إضافة إلى كهرباء 220 فولت، ويأخذ تقريبا مع البطاريات يصل وزنه إلى 8 كيلو جرامات. هذه الفلاتر ومفاتيح التشغيل والتحويل وأيضا التسجيل للتيب، التسجيل الخارجي للتشغيل، وهذا إضاءة الدايال، إضافة إلى تشغيل هذه الشاشة لعرض التردد إلكترونيا. هنا مقياس الإشارة والديسيبل، وهذا موالف للموجة القصيرة. أيضا هنا RF gain، هذا موالف الـ SSB هواة اللاسلكي. هذا Antenna Adjust، ضبط الهوائي، يعني يعزز ويقوي ويصفي ويفلتر أيضا الهوائي، هذه التضخيم الصوت والتنعيم، وهذا الصوت هنا الموالفة تحويل الموجة القصيرة إلى هواة اللاسلكي. هذا النطاق الضيق والعريض Wide and Narrow، الراديو يحتوي على 3 هوائيات ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا الموجة FM، هذا للموجات الطويلة، الموجات العالية عفوا، وهذا للموجة القصيرة. من الخلف شاهد هنا مداخل للهوائيات، هذا خيار اكسترا انتنا او انترنال، الهواء الداخلي والخارجي، هذا هوائي مدخل هوائي للموجات العالية، هذا الهوائي وهوائي تأريض أيضا للموجة المتوسطة، هنا أيضا توصيلة للسيارة 12 فولت، نظرة للهوائيات، لاحظوا ما شاء الله هيبة، راديو فخم ما شاء الله تبارك الله. تشغيل
أن تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتبادروا إلى النفقة والتسابق في هذا الميدان العظيم مما يدين الطاعة والقربة إلى الله عز وجل. ما شاء الله الصوت يعني فخم جهوري ما شاء الله. طبعا لاحظوا امتداد الموجات العالية، الموجات العالية هذه تشمل الطيران والطقس واللاسلكي التلفزيون وكثير يعني من الاتصالات والنداءات. الموجة المتوسطة تعنى بخدمة الحديث الشريف وعلومه جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة مع بيان مكانة السنة وحمايتها من أي تجاوز في الفهم أو الاستدلال، مع استثمار أحدث التقنيات في تحقيق ذلك. وهذا المشروع لا يزال في بواكيره. هذه الموجة القصيرة بداية من 1600 إلى 30,000 ميجا هرتز، تغطية كاملة. Voice of America, Washington, D.C., signing off. تقريبا الكل يتذكر هذه الشارة، شارة إذاعة صوت أمريكا. This is VOA News. By remote, I'm Diane Roberts. U.S. President Joe Biden said a U.S. special force has countered terrorism raid in northwest. هذا مصحح أو ضبط الهوائي. And the ISIS leader exploded a bomb that killed himself and members of his family, including women and children. ISIS is the name of Sunni Islamist warfighters, sometimes known as. نكتفي بهذا القدر حتى لا يطول الفيديو. طبعا لاحظتم ما شاء الله قوة استقباله حتى للموجة القصيرة رغم أني في مكان مغلق، يعني مغلق وضيق بدون هوائيات إضافية ما شاء الله تبارك الله. هذا الراديو اشتريته من موقع إي باي من ألمانيا، تقريبا 160 يورو، وأطيب التحايا لكم.